أنا كنت بعين ثان في الواقع غاضي وكان بغضبنا مدمي الفاضي لك بعنا الكلم ما يضل الشغاضي أو ما ظلمنا ولو خصلت عربي ويني ويني نديت عيني نديت عيني شفت سيفي تسلت نطقتني شفت سيفي أي تسلت وتذكريني وانا بيهم تسلت لك بعض الناس عمري ما تسلت ولا قبلت النذر يتسلمي يما انا يما يا يما يا أنا دنيا لش علي جوغ جغتي أنا دنيا لش علي جوغ جغتي وأنا أبغى سنة بعمل جغتي أنا بزماني من بغت عايب جغتي ولا حبل الغسيل علق ثياب يا وين يا وين هل يمكننا ندهن خبز بالسمنة والسكر يمكننا ندهن خبز بالسمنة والسكر كان الكرم مغجل وكان الضجر عن يمكننا ندهن خبز بالسمنة والسكر كان الكرم مغجل وكان الضجر عن يوم مصرنا أصحاب الجاه أيوة البدلات باب المدينة وحتى باب لمسك لا شغلتي محترم والمحترم مدلو شغلتي محترم والمحترم مدلول لانها ايام البشر ما ظل فيها اصول شو بدي احكي عن احوال البشر واقول اللي بحبلي وضع بخسرتي وانا العرب يا عرب نص الشعب مصدود ومن حد بيها الوضع يا صاحبي مخجول كل يوم عندنا رجل يا هالعرب مقتول والحبل عالجرار سجل على الدفتر علينا وقت جاي علينا وقت نبكي على الجمعة ونبكي على الناس يلي صلت الجمعة
جاي علينا وقت نبكي على الجمع نبكي على الناس يلي صنت الجمعة ما ضل عين بوطننا إلا بها دمعة البيت يا خنتي كل يوم بالدوام